مساء الخير واهلا بحضراتكم في جوله جديده من جولات كل الزوايا. وخلينا نرجع شويه بالتاريخ وتحديدا من 85 سنه. زي النهارده من 85 سنه يوم 9 ويوم 10 نوفمبر 1938 كان في سلسله من المذابح تم اطلاقها ضد اليهود في المانيا والنمسا على يد النازيين. اطلق على هذه المذابح واليومين دول وحصلتهم يوم الزجاج المكسور. ليه بقى اطلق عليها كده وليه اصلا ده حصل؟ ده حصل بسبب انه السفير الالماني في فرنسا تم اغتياله على يد شاب بولندي يهودي عنده تقريبا 18 سنة، واغتال أو قام باغتيال هذا السفير، وكان الكلام ده يوم تقريبا 7 نوفمبر، ولكن السفير مات بالفعل يوم 9 نوفمبر. ومن ساعتها النازيين ادوا الإشارة الخضراء أنه يتم ذبح اليهود والقيام بالمذابح وتكسير الكنائس وحرق المعابد الكنائس اليهودية أو المعابد اليهودية والمحلات وكل ما يتعلق باليهود في ألمانيا وفي النمسا بسبب الحادثة اللي حصلت في فرنسا. طيب إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل وقتها أنه تم حرق 250 معبد يهودي، تم قتل، وده حسب الكلام أو الأرقام الرسمية، تم قتل 91 يهودي. مش بقلل من الأرقام بس أنا بقول لكم اللي حصل، 91 يهودي، وكمان تم القبض على 30,000 يهودي، ده برضو حسب الأرقام اللي هما بيقولوها، ويعني اعتقالهم علشان أو على خلفية هذه الأحداث. وأطلق على هذا الحدث يوم الزجاج المكسور أو الكريستال المكسور. ليه؟ علشان الإزاز اللي كان مكسور في كل حتة. الأرقام دي أو الأحداث دي حصلت بسبب أنه شخص قتل شخص، فحصل العقاب الجماعي اللي لحد النهاردة بيسبب وجع عند اليهود ووجع عند الألمان، حتى أنه المستشار الألماني خرج وقال أنه مش عايز مع ذكرى الزجاج المكسور أنه يحصل أي معاداة سامية أو أنه اليهود يتعرضوا لأي حاجة تخص المعاداة السامية في بلاده. خلينا طيب إحنا كمان نروح لأرقام تانية عندنا. الأرقام اللي عندنا بتتكلم عن أنه في غزة قتل حتى الآن، ودي الأرقام برضو الرسمية حتى هذه اللحظة، 10,812 شهيد، منهم 4,412 شهيد. ده احنا بنتكلم على من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة. بنتكلم عن قتل 2,918 سيدة، بنتكلم عن أنه في طفل بيموت كل 10 دقايق، وبنتكلم عن 160 طفل بيموت كل يوم في هذه الأوضاع. بنتكلم عن معاناة بتعانيها السيدات اللي بيولدوا ولادات قيصرية بدون بنج، لأنه حتى البنج الخاص بالأسنان ممنوع أنه هو يدخل، فالستات بتولد بدون بنج قيصريا، بيتفتح بطنهم ويولدوا بدون بنج. بنتكلم عن أن المية، وفي الأزمات المفترض أنه كل مواطن يكون له في وقت الأزمات نصيبه من المياه 15 لتر مية، مش بنتكلم على 15 لتر يشربهم، لا بنتكلم على 15 لتر يشربهم ويستخدمهم في معيشة ويستخدمهم في نظافة و و و. احنا بنتكلم على أنه المواطن دلوقتي في غزة نصيبه في المياه 3 لتر، 3 لتر يشرب بيهم و3 لتر ياكل بيهم و3 لتر يستحمى بيهم و3 لتر يغسل وشه بيهم، ب3 لتر مية. بنتكلم عن انه مباني بنتفرج عليها وهي مدمرة، بنتكلم عن طبيب بيتكلم عن انه حتى وهو بياكل شامم ريحة البارود في الاكل وشامم ريحة الدم وحاسس بطعم الدم في الاكل. بنتكلم عن تصريحات رسمية زي مثلا تصريح لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، وهو بيقول أن الأطفال الذين قتلوا في غزة لم يكونوا إرهابيين أو حيوانات بشرية أو أشخاصا يجب محوهم، مثلهم مثل جميع الأطفال كانوا مفعمين بالحياة وكانت لديهم أحلام وتطلعات. بنتكلم عن تصريحات لجواتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، وهو بيقول أنه هذا الكابوس في غزة مش أزمة إنسانية ولكنه أزمة في الإنسانية كلها. ومع كل هذه التصريحات ومع كل هذه الأرقام يستمر الجانب الإسرائيلي في العقاب الجماعي لغزة، بيستمر في القتل، بيستمر في سفك الدماء
بحجة إن هو من حق إسرائيل إنها تدافع عن نفسها، وبدون حتى ما يرجع كده بالذاكرة ويفتكر إيه اللي حصل لهم وقت يوم الزجاج المكسور اللي مات فيه 91 واحد، ولحد النهاردة بيتغنوا وبيصرخوا وبيقولوا يا عيني على اللي حصل لهم. أرقام كنا محتاجين إن احنا نقف عندها، لأنه مش بس الأرقام دي اللي حصلت، احنا بنتكلم ومش بنتكلم عن غزة بس، بنتكلم عن إن كل الأراضي الفلسطينية تتعرض لانتهاكات، كل المخيمات الفلسطينية تتعرض لانتهاكات. حركة حماس دعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية للنفير العام، وزارة الصحة الفلسطينية بتقول إنه ما زالت ارتفاع الحصيلة، وألمانيا بتتخوف من أي معاداة سامية في ذكرى الزجاج المكسور. خلونا بقى نروح للأخبار الدبلوماسية والسياسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة تلقى اتصال هاتفي من المستشار الألماني، تناول مستجدات الأوضاع في غزة، استعرض الرئيس الجهود الدؤوبة اللي بتبذلها للدفع وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، بالإضافة لجهود مصر لتقديم وإيصال المساعدات لإغاثة أهالي غزة، وكمان إجلاء الرعاية الأجانب. وأعرب المستشار الألماني أيضا عن التقدير البالغ للدور المصري، وأكد موقف ألمانيا بضرورة حماية المدنيين وإنفاذ المساعدات، وتناول الجانبان سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كمان وإحنا بنتكلم عن الاتصالات أو يعني الدبلوماسية، بنتكلم كمان عن إنه يعني في ظل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية، ففي مصادر مصرية مطلعة أكدت لقناة القاهرة الإخبارية أن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر سيصل لمصر غدا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه الزيارة هي في إطار التنسيق المصري مع كل الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة. كمان مصادر أكدت للقاهرة الإخبارية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل للقاهرة و يلتقي برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. كمان تحرك آخر، وهو يعني الوفد المصري اللي بيترأسه وزير الخارجية السيد سامح شكري للمشاركة في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة بالنيابة عن الرئيس. المؤتمر بيشارك فيه 80 دولة ومنظمة دولية لتنسيق إرسال المساعدات وبحث كيفية مساعدة المصابين في قطاع غزة. وزير الخارجية السيد سامح شكري في كلمته خلال مؤتمر باريس أكد أنه ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وتحدث عن أنه نزوح المدنيين في قطاع غزة للجنوب ليس تطورا إيجابيا بل استمرار لمخالفة القانون الدولي الإنساني. لقد طلبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ونندد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها، وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني. إن ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الإحادية التي أشعلت النزاع، فلا يفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف. إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهج بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، وتؤكد أن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو في فلسطين. إن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي يعد مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. أخيرا، إن اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأتي من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومراساته
من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين. كمان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة، وكمان اتكلم عن أنه حماية المدنيين في غزة هي أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه. طبعا يعني ملاحظ جدا أنه ما اتكلمش عن حق الفلسطينيين في الدفاع عن نفسهم، لكن اتكلم عن كتر خيره أنه إسرائيل من حقها أنها تدافع عن نفسها ولكن من حق الفلسطينيين انهم توصل لهم المساعدات الانسانيه. كمان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده قال انه يجب انقاذ قطاع غزه قبل مناقشه مستقبله، وانه هذا ليس الوقت المناسب لمناقشه ما سيحدث في غزه وكيف سيتم حكم غزه. شدد مندوب روسيا بالامم المتحده الان هو الوقت المناسب لوقف اطلاق النار والحفاظ على حياه المدنيين الذين يقتلون على نطاق واسع. كمان كلام مندوب يعني روسيا كان بيرد على اقتراح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن السلطة الفلسطينية تتولى هي الحكم في الضفة الغربية وغزة عندما ينتهي هذا الصراع. على الهواء مباشرة معنا السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا، مساء الخيرات. سيادة السفير، أكيد حضرتك لك قراءة يعني الاتصالات والمجهودات الدبلوماسية التي تبذلها مصر في هذا الموضوع، كيف تقرأ هذه المجهودات؟ أقرأها بكل اهتمام ومتابعة دقيقة. يعني أود أن أضيف للمعلومات أنني كنت مدير إدارة إسرائيل في السنوات 94 95 96 وزرت الضفة الغربية وزرت الأراضي الفلسطينية وأسجل إعجابي بالصمود الفلسطيني رغم الضعف البادي علينا وأن هناك تنكيل بالإخوة في فلسطين، لكن الصمود الفلسطيني هو السلاح الذي سيكسب في النهاية. وأتابع بكل إشفاق حتى أنني يعني أضج بما ينشر من صور يعني تندى لها جبين الإنسانية، عمارات تهبط فوق رؤوس أصحابها دون تفرقة، و70% من الضحايا أطفال أو سيدات أو كبار السن لا علاقة لهم بالمجهود الحربي. بينما أخلاق المحارب هو أن المحارب يحارب محارب مثله، لكن للأسف نحن في زمن الأكاذيب وفي زمن يعني أفضل وصف أسمه صلاح جاهين رحمة الله عليه أسمها المستعبطات الإسرائيلية، كذب متواصل ومعايير مزدوجة. وما حدث لليهود في أوروبا كلنا شهود عليه، لكن لا، هذا لا يبرر أبدا أن تنكل إسرائيل بشعب آخر لا علاقة له بما حدث لليهود. اليهود في مصر، وأنا من الجيل الذي عاصر يهود مصر، وأنا من دمياط ورأس البر، الجالية اليهودية التي كانت تأتي إلى رأس البر كانت تثري الحياة فنيا، وأيضا يعني أذكر أن كان لهم أيادي في الصناعة وفي التجارة وكنا نحترمهم جدا. أول مرة أذهب إلى الجامعة سكنت في بنسيون كانت تدير سيدة يهودية أوجيني عساف يجوري، وكانت ترعانا كما لو كانت الأم. لاحقا أنا عملت في البرازيل وقابلت بعض المصريين من اليهود الذين هاجروا بمحض إرادتهم من عائلات شيكوريل وداود عدس، وتعليماتي أن أعاملهم أفضل معاملة لأنهم في النهاية ينتمون لأرض مصر. والكل كان يقول أنه لن يذهب لإسرائيل، أغلب يهود مصر هاجروا إلى أمريكا اللاتينية والأمريكتين. إذن المعادلة مقلوبة، وهناك تنكيل بإخواننا الفلسطينيين دون ذنب اقترفوه، ولكن الجهود التي تبذل وما سمعناه الآن من الوزير سامح شكري إنما هي جهود تبذل على المستوى الدولي في الأمم المتحدة التي فشل مجلس الأمن فيها في إصدار بيان توقيع بسبب الفيتو الأمريكي، وأيضا الجمعية العامة نجحنا فيها، حصلنا على 129 صوت مؤيد لقرار يطالب بوقف القتال وإعطاء فرصة لدخول
المهمات والأدوية ومع ذلك فهناك تجد موقف متضارب من الولايات المتحدة ومن كثير من بلدان أوروبا، لكن صار الموقف متضارب ومستفز، حتى أن يهود الولايات المتحدة ويهود الكثير من البلدان الأوروبية صاروا يتظاهرون ضد إسرائيل وممارستها، لأنهم يجدوا أن هذا ليس في صالح إسرائيل. طيب سيأتي وقت سوف يزيد تعداد الفلسطينيين عن اليهود في إسرائيل وتنقلب المعاهدة على رأس الدولة الإسرائيلية. طيب سيادة السفير، أنا عايزة أرجع مرة تانية للجهود والاتصالات الدبلوماسية. يعني إحنا بكرة عندنا زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لمصر، عندنا النهاردة قمة في باريس، وعندنا يوم السبت القمة العربية. كل هذه الاتصالات وهذه المجهودات الدبلوماسية يعني تصل بنا إلى أين في الفترة القادمة؟ تصل للإعلام، لأن كنا الحقيقة ما نفتقده في القضية الفلسطينية أن الإعلام الإسرائيلي نجح في نشر أكاذيبه المتواصلة، بل أنه نجح في بيع أكذوبة تقول أن يعني أنا دعيت مرة على مناسبة بيحتفل فيها سفير لإسرائيل بمناسبة، فإذا به يعلن أن المناسبة هي ذكرى خروج سيدنا موسى من مصر، وقمت بالرد عليه قلت له يا سيدي سيدنا موسى كان مصريا ولد في مصر، واليهود الذين عبروا معه إلى سيناء ثم إلى فلسطين هم يهود مصريين، ما علاقتك أنت وأنت روسي أو إذا كنت من أمريكا أو من ألمانيا ما علاقتك بيهود فلسطين ويهود مصر؟ شيء قلب للحقائق بشكل عجيب، بل المطلوب أن الفلسطيني يغادر أرضه لكي يحتل مكانه يهودي من روسيا أو من ألمانيا أو من أوروبا. هذا اليهودي أجداد أجداده لم يروا منطقتنا ولا علاقة لهم بها، لماذا؟ لأنه يريد أن يقيم دولة تقوم على الدين، كل من هو يهودي يصبح إسرائيلي. وأنا مدير إسرائيل، حدثت حادثة أشبه بالأكذوبة أو النكتة لما حاولوا يهربوا يهود الفلاشة دول يهود من إثيوبيا إلى إسرائيل، ورحلوا 15,000 يهودي، بعد ما وصلوا طلع أن 70% منهم مسيحيين ومسلمين، فأصبحت مشكلة. هي يعني مولد وصاحبه غايب زي ما نقول يعني. لكن أرجع لسؤال حضرتك، إذا هذه الجهود سواء في الأمم المتحدة أو المستوى الإقليمي أو الاجتماع اللي بيحضره الوزير سامح شكري أو اجتماع الجامعة العربية أو القمة العربية، كل هذه مظاهرات لكي يعلو الصوت العربي والفلسطيني ليوضح الحقيقة، ودي المكسب اللي احنا حصلنا عليه مؤخرا، ان القضية صارت اكثر وضوحا للكل، حتى يهود امريكا بدأوا يعترضون على ما يجري الان، ليس من الناحية الانسانية ايضا لمستقبل اسرائيل. وانا اريد منك ومن السادة المشاهدين ان نغمض اعيننا قليلا ونتخيل الموقف بعد 20 سنة من الان، ما هو مستقبل دولة سيصبح فيها الفلسطينيون العرب اكثر من تعداد الإسرائيليين؟ هما كانوا في الأول أكتر كمان، يعني هم وقت 48 كانوا أكتر الجولان من الإسرائيليين. بالضبط بالضبط كده. نعم. وتعادي كل الحدود المحيطة بها. ما مستقبل دولة كهذه تحكمها حكومة من المتطرفين؟ يعني في على أيام ما كنت أنا في الإدارة يعني كان في شيمون بيريس تقدر تتكلمي معاه، حتى إسحاق رابين كان شوية يعني متجمد، شارون تعاملنا معاه، بل أذكر أنني حضرت مناسبة لاجتماع وزراء خارجية دول البحر المتوسط حضرها شارون وأفحمناه، فقال أنا لست بدبلوماسي وسأتوقف عن الكلام وأترك المختصين يتكلموا. حجتنا قوية، والجهود التي نبذلها إن شاء الله تزيد من إيضاح الصورة، بحيث أننا نأمل بإذن الله أن شركائنا في العالم المؤيد للسلام أن يضغط على هذه الدولة أو يقنعها بأن وهذه سر مبادرة السلام المصرية. لماذا نحن صامتون ولا ننفعل؟ لأن بنقنع الشعب الإسرائيلي أن السلام والأمن لهم فيه مصلحة أكثر من العدوان على الآخرين وابتزاز حقوقهم. طيب. كل هذه جهود الحياة صعبة، لكنها أعتقد في الأجل الطويل
تؤدي إلى نتيجة أفضل. طيب سيادة السفير أخيرا عايز أسأل حضرتك، وإحنا بنتكلم عن الجهود الدبلوماسية وهل إسرائيل ممكن ترضخ لهذه الجهود الدبلوماسية ولا لا، خليني أسأل حضرتك برضو عن مقابلة أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مع ذا بوليتيكو الأمريكية، وقال فيها أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو دمر نفسيا بسبب فشله الفادح في مجال الأمن القومي بعد هجمات حماس، وأنه في كل دقيقة يقضيها نتنياهو كرئيس الوزراء هو يشكل خطرا على إسرائيل، وأنه متأكد أنه الأمريكيين يفهمون أنه في حالة سيئة وليس من مصلحة إسرائيل الإشراف على أمن غزة. مع الحديث الداخلي من الداخل الإسرائيلي عن خطورة نتنياهو ويعني انحسار شعبيته أيضا في الشارع، هل ممكن يكون في رضوخ لأي حلول دبلوماسية في الفترة القادمة؟ يعني أنا بطبيعتي متفائل، لكن تفاؤلي هنا حذر جدا، لأن أنا بصدد رجل محكوم عليه بالسجن والمفروض أن يذهب إلى السجن حالا، وهذه الحرب له مصلحة شخصية فيها لأنها تؤجل دخوله إلى السجن، دي المصيبة. المصيبة الأخرى أن إسرائيل منذ أن نشأت في 48 كان لم يحصل أي حزب فيها، حتى الأحزاب الرئيسية العمل أو الليكود على 50% زائد واحد ليحكم. فإسرائيل حكمت منذ نشأتها بتآلف بين عدة أحزاب، يكون حزب رئيسي الليكود أو العمل مع أحزاب صغرى. حتى الحزبين الرئيسيين لم يفلحا في تشكيل حكومة، فلجأنا إلى أكثر المتطرفين في ذلك الوقت وهو نتنياهو، وأصبح بالنسبة لنا يعني أرحم من العصابة التي تآلف معها وعلى رأسها وزير الدفاع الذي يقتحم المسجد الأقصى، ووزير آخر يهدد باستخدام الأسلحة النووية في الحرب في فلسطين، وبذلك اعترف لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنها تمتلك أسلحة نووية، يغض الغرب الطرف عن امتلاكها. لماذا هذا النفاق؟ أريد أن أذكرك بحقيقة، وهو أن عندما احتلت فرنسا مصر وجاء نابليون إلى المنطقة وزار فلسطين، هو الذي دعا إلى إنشاء كيان صهيوني في هذه المنطقة يحتل يهود أوروبا لكي يفصلوا المشرق العربي عن المغرب العربي. إذن هناك مصلحة مشتركة بين البعد الاستراتيجي الغربي أمريكا وأوروبا ومع إسرائيل. لكن نجحنا في وقت الرئيس السادات أن نقنع الولايات المتحدة والغرب أنه ممكن أن يلن يعني مصالحهم يعني نحرص عليها نحن أيضا، وهي بالتحديد في شيئين: حرية الملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط وإمدادات البترول، وكلاهما الحمد لله منذ حرب 73 متاحة. فما هو السبب الذي يجعل أوروبا وأمريكا يصران على إبقاء إسرائيل عسكري في المنطقة؟ سر آخر أرجو أن أبوح لك به، ومن فضلك ما تقولهوش لحد تاني. هحاول. اليهودي في أوروبا مكروه كراهية كبيرة جدا، اليهودي في ألمانيا مكروه كراهية كبيرة جدا للسلوكيات التي يقومون بها. ومع ذلك فمن ضمن النفاق الذي تقوم به أوروبا أن هناك قانون في ألمانيا تلاه قانون في فرنسا ثم إنجلترا يجرم من يكتب أي حتى بحث علمي يتساءل عن حقيقة ما حدث في المحرقة أو الهولوكوست. جارودي المفكر الفرنسي الأشهر كتب مقالة يسأل هل صحيح حدث هذا الهولوكوست بهذا الحجم اللي بيقولوه، فحكم عليه بالسجن 3 سنوات. لكن عندما يحرق القرآن الكريم في دول أوروبا فهذا من بين حرية الرأي، شيء يندى له الجبين، ويعني ما علينا إلا أن نعلو بأصواتنا لكي نثبت هذا الحق، ولا يضيع حق أبدا وراءه مطالب، خصوصا مع أكرر الصمود الفلسطيني والدعم العربي له. بشكر حضرتك جدا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأيضا مدير إدارة إسرائيل، يعني في وقت من الأوقات بشكر حضرتك لهذه القراءة ويعني وهذا التحليل. شكرا لوجود حضرتك معنا. يعني يمكن واحنا لسه بنتكلم في هذا الشأن عايزه برضو اقول لكم انه من ضمن الارقام اللي بتتقال او اللي خرجت انه حتى الان حتى يوم الجمعه الماضي تم قتل 36
صحفي، تم استهداف 36 صحفي في هذه الحرب. ويمكن ده موضوع ممكن نكون عارفينه، لكن الجديد انه مع الإحصاء ده أكبر عدد من الصحفيين تم قتلهم واستهدافهم في أوقات الحروب من سنة 92، ده أكتر رقم خرج حتى الآن. مش بس نتنياهو اللي بيتعرض للضغوط، ولكن كمان طبعا بالتبعية الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تتزايد عليها الضغوط للتخلي عن دعمها الواسع عسكريا وسياسيا للحكومة الإسرائيلية. وكمان بدأت الانتقادات يعني تعلو ضد تعامل الإدارة الأمريكية مع صراع الشرق الأوسط. ولو أننا بنشوف حتى في الجولات الانتخابية بنشوف إزاي مثلا أنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتحدث عن أنه أي حد هيكون ضد إسرائيل هيخرج من بلدنا، وكان حديث متطرف جدا. يعني مش بس بايدن اللي بيقول وبيعلن دعمه لإسرائيل، ولكن شايفين دعم كمان حتى من الرئيس السابق دونالد ترامب اللي هو بنسبة كبيرة بنشوف ازاي ان هو متقدم في الولايات المتأرجحة. خلونا نتكلم برضو عبر تطبيق زوم مع أستاذ مهدي العفيفي الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الأعزاء. خلينا يعني بداية كده نفهم من حضرتك ما الذي يحدث في الشارع الأمريكي حول هذا الموضوع. يعني أولا تعليقا على على مدار 40 سنة في دراسة المنتخب الأمريكية دايما نحاول هناك تواصل بين العرب والأمريكيين في المجال السياسي، وسواء كانوا من يعني توجهات مختلفة لمحاولة الاندماج في المسألة السياسية. لكن لابد أن احنا نفهم أن المسألة الوحيدة التي يتفق عليها الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية هو الدعم الأعمى لإسرائيل. وعشان نفهم الموضوع ده لازم نبقى فاهمين الموضوع ده ليه أبعاد سياسية. إسرائيل والجماعات الصهيونية بالذات اللي هي أقوى من إسرائيل، وهي جماعات ليست يهودية عشان يبقى الناس فاهمة، دي تعمل ليل نهار على التحكم في السياسة الأمريكية والإعلام الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الإعلام والاقتصاد العالم. فلذلك الناس دي مش قاعدة يعني تتعاطف، هي لها وجهين، وجه يتعامل مع العربي والمسلم، ووجه آخر هو الحقيقي اللي رآه العالم كله النهاردة. يعني إحنا رأينا الرئيس الأمريكي بيخرج وبيقول على نفسه إنه هو صهيوني، رأينا وزير الخارجية الأمريكي يخرج ويقول إنه هو لأول مرة في التاريخ إنه هو بيزور إسرائيل بصفته يهودي وليس بصفته وزير خارجية. فلابد من إن يعني السياسي والمواطن العادي يعرف مدى هذا الحقد ضد العرب والمسلمين. المسألة لم ولن تنتهي، والحلول المتوسطة لا تصلح. الضغط الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وغير قليلا من الدعم الأعمى لإسرائيل كان نتيجة حراك غير عادي من العرب والمسلمين، أولا المجموعات اليهودية التي ترفض العنصرية وترفض وجود إسرائيل، اليهود الأمريكيين الذين يروا أن ما يحدث في إسرائيل هو أسوأ من الهولوكوست وأسوأ من المحرقة ولم يراه التاريخ، الأمريكيين من أصول أفريقية وأصول جنوب أمريكية يعني من أمريكا الجنوبية من المكسيك وغيرها، والملونين بشكل عام. هذا الضغط من هذه المؤسسات سواء بتاعت حقوق الإنسان أو الاجتماعية بدأ يظهر جاليا وواضحا في المظاهرات في كل المدن الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ مهدي، والنهاردة بالذات
أستاذ مهدي، بالرغم من هذه الضغوط وبالرغم من المظاهرات، بنشوف أنه مثلا لما يكون في نائبة زي رشيدة طليب وبيتم توبيخها في مجلس النواب علشان بتتكلم بصفتها أنها أمريكية فلسطينية، بنشوف أنه حتى إلهان عمر لما حاولت أنها تساندها برضو يعني كان في هجوم عليها. يعني بالرغم من أنه حتى في تحركات ممكن تكون مثلا موجودة في الكونغرس أو حتى استقالات موجودة في الإدارة الأمريكية احتجاجا واعتراضا، والمظاهرات اللي حضرتك أشرت إليها ليها، بتستمر الإدارة الأمريكية بإعلان التأييد. بالطبع، لأن إحنا لازم نبقى فاهمين الكلام ده حصل على مدار سنوات طويلة. التاريخ كمان اللي الناس مش فاهماه، إن كثير جدا من أولاد الصهاينة بعد ثانوية عامة بيروحوا، يعني كثير منهم مزدوج الجنسية. أعضاء الكونجرس في حوالي نصفهم معاه جنسية إسرائيلية، إسرائيلية وأمريكية، وهو عضو في الكونجرس. مجلس الشيوخ في حوالي 20 عضو معاهم جنسية إسرائيلية. لابد أن احنا نفهم أن إسرائيل هي الولاية الأولى في أمريكا. إسرائيل أهم مصلحتها من مصلحة أمريكا، لأن استطاعت هذه المؤسسات أن تخترق جميع يعني مداحي الحياة في الولايات المتحدة. هذا التحرك مهما زاد فهو سيقلل قليلاً من بدل ما هو 100% هيبقى 90%، لكن لن يغير الواقع إلا أعمال مهمة جدا، ألا وهي الحراك في الدول العربية والإسلامية. الدول الإسلامية 2 بليون لو يعني بصقوا على إسرائيل سيغرقوه، لكن للأسف الشديد لا يمكن التعويل على أقلية عربية ومسلمة في أمريكا لا تتعدى 0.5% أو 1% في أحسن تقدير. ما يحدث الآن هو محاولة لتقليل الضغط على الفلسطينيين بكل الطرق، ولكن حتى السناترز يعني المتعاونين معنا الآن بشكل واضح وصريح يدعموا إسرائيل، ولا يوجد في الكونغرس أو مجلس النواب غير 9 أشخاص اللي معنا من 435، وفي مجلس الشيوخ واحد اللي هو بيرني ساندرز اللي هو أصلا يهودي ويرفض هذا. فأي ضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية سيقلل نوعا ما، لكن لن يغير، لأن هذا بني على مدار عقود، ولكي يصحو العالم العربي والإسلامي ويعرف حقيقة ما يحدث في فلسطين. والمسألة لن تنتهي بفلسطين، لكن حلمهم من المحيط للخليج. بشكر حضرتك أستاذ مهدي العفيفي، الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، شكرا لوجود حضرتك معنا عبر تطبيق زوم. وبعد الفاصل نواصل كل الزوايا. إسرائيل ما اكتفتش في الحرب دي إنها تقتل المدنيين العزل، تقتل الأطفال، تقتل النساء، تقتل الحوامل، تقتل الصحفيين اللي بقول حضراتكم عددهم يعني تجاوز أي رقم صحفيين اتقتلوا في مناطق صراع من سنة 92. وما اكتفتش بان احنا بنشوف ازاي انها بتستخدم حملات إعلانية موجودة حتى على الأطفال، الألعاب مش الأطفال، الألعاب الفيديو جيم اللي بتكون موجودة على الموبايلات وبتستهدف الأطفال، لكن كمان بتحاربهم بلجان على السوشيال ميديا، بتسعى لكتم الأنفاس من خلال اللجان الإلكترونية اللي بتديرها الوحدة 8200. مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بتستخدم هذه الوحدة في التجسس الإلكتروني وجمع المعلومات والبيانات عن المحيط الإقليمي والعربي، وبتستخدم صفحات مزيفة وتطبيقات ترفيهية وهمية، وبترسم صورة معينة الاحتلال عايز إنها تكون هي دي اللي موجودة في العالم الخارجي. الوحدة دي بتعمل ايه بالظبط يعني دورها ايه؟ خلونا نعرف اكتر من الاستاذ حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات معانا عبر تطبيق زوم. يا استاذ حسن مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ خليني افهم منك الاول، الادارة دي او الوحدة دي بتعمل ايه؟ الوحدة 8002 الحقيقة هي مش 8200، هي مش وحدة جديدة، هي وحدة بقى لها انشئت في سنة 73 بعد الحرب، لانه كان في فشل استخباراتي عنيف عندهم في الوقت ده، طبعا ادى لان احنا عبرنا القنال وخدنا سينا وكده، فبالنسبه لهم كانوا عايزين ما يكرروش هذا الموقف تاني، فانشاوا الوحده دي كمحاوله. هي ابتدت الاول كمحاوله منهم
للحصول على المعلومات بمصادر غير من مصادر غير تقليديه، او اللي بيسموه جمع المعلومات مفتوح المصدر، يعني الحاجات العاديه اللي احنا كلنا بنبقى بنقراها او نعرفها، هم بيكونوا منها صوره كبيره يقدروا يحكموا من خلالها اذا كان في حاجه غريبه بتحصل او لا. مع الوقت تطور ده الى طبعا لما دخلت الانترنت وهكذا، والسوشيال ميديا بالذات بقت بالنسبه لهم تربه خصبه جدا، لانهم بيعملوا كده، او اللي هي ابتدت بان هم يبتدوا يعملوا حاجه اسمها اللي هو الاوزنت او الاستخبار مفتوح المصدر، ان هم يقدروا يلموا يشوفوا حد مثلا كتب. طبعا احنا كلنا بسم الله ما شاء الله علينا، يعني الحمد لله كلنا بننزل على الفيسبوك وبنحط على الحاجات بتاعتنا، سواء اذا كانت صور او اذا كانت معلومات، هو ايه اللي بيحصل يا جماعه، مش عارف منطقه ايه، كل يعني مجرد كلام زي ده بيتاخد بيتجمع في ساعتها ويبدا يتحلل عشان يتعرف، يتاخد صوره كبيره عن ايه اللي بيتم، ايه اللي بيحصل. الخطوه اللي بعد كده واللي هي الحقيقه احنا المفروض نتكلم عليها الفتره دي، انها بانت قوي، هي استخدام بقى الوحده دي في انها تقوم ببث اراء معينه للمستخدمين عشان يكونوا راي عام معين في حتت معينه، زي انهم يوقعوا بين بلدين عربيين مثلا. يعني في الوقت اللي فات ده يعني ده بيكون من من الحاجات اللي احنا خلال من أعمال الوحدة دي. ده دلوقتي من تخصصها، يعني هما حاليا عشان يشيلوا الضغط اللي حاصل على غزة والموقف اللي حاصل عندهم والكلام ده كله، بيبتدوا يعملوا مشاكل في حتت تانية عشان ما يبقاش فيه، ما يبقاش الناس بتتناقش وبتوصل، ما يزودوش الغضب ده، فبيحاولوا يتفادوه. الحقيقة ان هو انت ممكن تبقى، انا متأكد ان كل الناس اللي بتتفرج علينا النهاردة اكيد تفاعلوا مع واحد من افراد الوحدة دي، لانه لان هتلاقي ان هم يعني بيكونوا هل ده معناه يا استاذ حسن ان هم بيبقوا متخفيين؟ يعني الاكونت بيبقى شكله ايه؟ ايه اللي بيخلينا ان احنا نقول ده تبع الوحده دي؟ هو مبدئيا انت صعب جدا تعرف، لانه هيبقى اكونت طبيعي جدا، يعني اكونت شكله موجود، وممكن يكون على فكره شاب مصري وحاطين صوره حد مصري فعلا وموجود وساكن في منطقه كلنا عارفينها ومتخرج من جامعه كلنا كمان عارفينها وعنده اصدقاء تانيين، يعني مش هيبان بشكل واضح الا في حالات معينه. لكن طبعا بنسبه 90% هو هيبقى شخص عادي عنده اراء غريبه شويه، هتلاقيه بيقول حاجات غريبه شويه، او بي 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 بيوجه الناس في اتجاه معين، وبيبقى عنده مجموعه من الناس بيردوا عليه. انت ممكن تعرف بسهوله ان انت تلاقيهم شبكه من الاصدقاء، هم كلهم بيتفاعلوا معاك على نفس المنشور، وكلهم دي بقى مش هيعرفوا يغيروها كتير يعني، وكلهم هتلاقيهم اصدقاء عند بعض او بيعلقوا على حاجات بعض بشكل متكرر. دي اكبر علامه ممكن نشوفها يعني. بيعملوا ايه تاني غير المسألة اللي بتقولها او اشرت اليها، فكرة التوقيع بين شعبين او ان هم يوقعوا بين مواطنين مثلا عرب، بيعملوا ايه كمان؟ طبعا هي الوحده تعتبر تخصصاتها كبيره جدا، لان هي تعتبر الذراع التكنولوجي والذراع المعلوماتي الكبير لكذا جهاز موجود في اسرائيل الحقيقه، سواء اذا كان الموساد او الشين بيت او الحاجات اللي موجوده، الاجهزه اللي موجوده هناك. الفكره كلها ان هم بيقوموا جمع المعلومات، عندهم مجموعه من الشركات شغاله في التكنولوجيا، شغلانتها انها تستخدم امكانياتها او البرودكتس بتاعتها اللي بتبيعها للناس العاديه. ممكن يكون برودكت انت شاريه في مثلا حاجه، انا متاكد ناس كتير ما تعرفهاش، في ويب سايت بيلدر معروف جدا اسمه ويكس. ويكس ده شركه اسرائيلي، مش شركه، مش امريكاني زي ما هي، زي ما كتير من الناس فاكره، هي شركه اسرائيلي. المعلومات اللي بتخش عند اي شركه من الشركات اللي موجوده اللي تابعه الاسرائيلي بشكل عام يعني، واللي تابعه مخصوص لهذه الوحده، بتبقى بيئة خصبة جدا للحصول على المعلومات واستخدامها، وعايزين نحط 50 خط تحديد، استخدامها في صنع إشاعات. بتبقى إشاعات بقى ليها علاقة بأمر داخلي ممكن يكون عندنا في مصر أو في أي دولة عربية، بحاجات، وفي طبعا حضرتك عارفة أكيد وبتشوفي الإشاعات اللي بتنتشر بشكل يومي تقريبا، ايوه 90% منها طالعة من الوحدة دي حقيقة. احنا دورنا ايه؟ دورنا ايه في التعامل مع هذا الموضوع؟ وخلينا يعني نبقى متفقين انه ده يعني انه مش عندنا هنا بس في الوطن العربي، يعني حتى في اوروبا ويمكن وكل امريكا حاجة. اكتر بيتعاملوا مع مواقع التواصل الاجتماعي، بيتعاملوا مع حاجات زي ريدت وما شابه بانها دي مصادر المعلومات مش الاعلام التقليدي. دي حقيقة. هو الحقيقة دور شخصي جدا ومهم جدا ان كلنا نعمله. اولا ما تصدقش اي حاجة تشوفها، بالذات لو طالعة من اكاونت، يعني على تويتر او على اكس دلوقتي معظم الناس اللي بتطلع هتلاقي في تويته كده مجهوله ياخدوها وايه وينشروها في كل حته، ان مثلا في حاجه حصلت او فلان الفلاني ده عمل كذا او في خبر. مبدئيا ما تصدقش حاجه خالص من اللي انت بتشوفه، كل اللي انت بتشوفه سواء اذا كان على فيسبوك او على تويتر في اليومين دول بالذات بنسبه 90% متالف عشان يخليك تحس او تتصرف بشكل معين.
نمرة اتنين ما تتفاعلش معاهم، هم بيثرايفوا او بيكبروا بان انت تتفاعل معاهم، ده بيخلي شغلهم مؤثر، لانه هو في الاخر لما هو ده بيروح اللي هو عايز يوري يعمله. التقرير بالظبط كده هيقول له احنا وصلنا قدرنا نحقق وصول. وعلى فكره الكلام ده برضو ينطبق على الاكونتات العلانيه اللي احنا شفناها، زي اكونت افيخاي ادراعي وزي اكونت ايوه ايدي كوهين. مظبوط صح الاكونتات دي التفاعل معاها حتى لو كان تفاعل سلبي صح بيتحسب تفاعل. صح فاحنا لازم نبقى مركزين جدا في ان احنا لا نتفاعل مع الاكونتس دي اطلاقا، لا بالسلب ولا بالايجاب، عشان انا عارف ولا ان في حتى ناس ان بيقول انت لك ايه طب انا تبقى ما اعرفوش حاسس، ما بقى. تحسش ببطولة ان انت بتشتم الاكاونت ده. خالص خالص خالص. وشفنا ده برضو بنشوفه دايما في 6 اكتوبر، ان هم يعني ايه طبعا الناس مشكوره عندها حس وطني وعايزين يعملوا حاجه، لكن هو الحقيقه انت كده بتساعده مش بتضره. فمبدئيا ما تصدقش اي حاجه بتشوفها. نعم نمره اتنين ما تتفاعلش مع الاكونتات دي باي شكل من الاشكال. هم نمره ثلاثه، وانا عارف ان ده صعب جدا على المصريين كلهم، هم لما تشوف حد من دوله شقيقه وحاطط علم هذه الدوله الشقيقه وبيشتم المصريين تحت اي ظرف من الظروف، تاكد انه من هذه الوحده، تاكد، لانه فما المصلحه تتفاعلش الاساسيه برضو، دلوقتي ما تتفاعلش برضو وما تدخلش الخناقة دي. بالتاكيد انا بالتاكيد ما يعني تردش وما تتفاعلش. انا بشكرك برضو على هذا الكلام المهم جدا جدا جدا. اتمنى طبعا الناس انها تتعامل مع الموضوع ده بجدية. بشكرك يا استاذ حسن، استاذ حسن حامد خبير تكنولوجيا المعلومات، شكرا لوجودك معنا عبر تطبيق زوم. فخلونا بقى نخلي بالنا من اللي بيحصل على السوشيال ميديا، نخلي بالنا واحنا بنستخدم السوشيال ميديا انه مش كل اللي مكتوب بيكون حقيقة، وخاصة مع انتشار الحسابات او الاكونتس للوحدة 8200. النهارده خلونا نروح لموضوع تاني، نروح للانتخابات. والنهارده انطلقت بالفعل الدعايه الانتخابيه للمرشحين في الانتخابات الرئاسيه 2024 رسميا، هتستمر لحد يوم 8 ديسمبر. الهيئه الوطنيه للانتخابات برئاسه المستشار حازم بدوي اصدرت النهارده القرار 28 للسنه 2023 بشان القائمه النهائيه للمرشحين. تضمنت السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، السيد محمد فريد سعد زهران، شهرته فريد زهران رمز الشمس، السيد عبد السند حسن محمد يمامة، شهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، والسيد حازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر رمز السلم. بالتزامن مع بداية فترة الدعاية الانتخابية، الحملة الرسمية للانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عقدت مؤتمر صحفي كشف فيه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة انه في توجيه واضح من الرئيس بتسخير كل الامكانيات والجهود وتخفيض اوجه الدعاية الانتخابية لحدودها الدنيا خدمة للقضية الفلسطينية، نظرا للظرف الاستثنائي اللي بتمر البلاد، وخاصة في ظل تطورات القضية الفلسطينية. كمان أكد المستشار ودعا الأحزاب والجهات المؤيدة لحملة الرئيس إلى التبرع بالأموال اللي كانت تنوي تقديمها للحملة للجمعيات الأهلية، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، بهدف تكثيف المساعدات الإنسانية المقدمة لإغاثة أهالي غزة، وطلب منهم اختار الحملة بهذه التبرعات، وأكد على الاستمرار في مقابلة الخبراء في كل المجالات للاستماع لأفكارهم وآرائهم في المجالات المختلفة لبحث كل هذه الآراء وصياغتها تمهيدا لعرضها على المرشح السيسي من أجل تبنيها ضمن رؤيته الانتخابية. الصيغة النهائية كمان لرؤية المرشح عبد الفتاح السيسي هتكون منقحة وهيتم مراجعتها من مجموعة من الخبراء. كمان تعالوا، طيب تعالوا نشوف جزء من هذا المؤتمر الصحفي. احنا كحملة رسمية عندنا توجيه، التوجيه بتاعنا ان احنا هنقلل الدعاية الانتخابية بأقل مستوياتها، وهنوجه الجهد ده لصالح ما يمكث في الأرض وينفع الناس ويدفع الضرر عن إخواننا في فلسطين. نأمل من كل الجهات الداعمة والأحزاب المؤيدة إن هي تحذو حذو الحملة الرسمية، لكن في النهاية أنا ليس لي سيطرة على هذه الأحزاب ولا أوجهها. يعني في الآخر هيقول لي يا أخي أنا بحب الرئيس، أنت مالك؟ أنا عاوز أدعم الرئيس، أنت ماشي كويس، مش هقول لك لا وما اقدرش اقول لك لا، لكن نحن ندعو الجميع الى الرشاده، الى الحكمه في الدعايه، وان احنا نوجه هذه الدعايه التوجيه السليم، لكن في الاخر
انت بقول لك ايه، احنا قدمنا اوراق الترشح والناس فضلت تعمل توكيلات. يا جماعه اوراق الترشح اتقدمت اصلا، مش هتقدر تقول للناس لا، لان هو مرشح عابر للكيانات والاحزاب والفئات والمناطق الجغرافيه. اهلا وسهلا بكل دعم، نامل يعني ان احنا نلزم انفسنا بتوجيه مرشحنا، لكن يعني الاحزاب بقى انا مش هقدر اقول، او الكيانات الداعمه ما اقدرش اقول لها ما تعمليش، لكن نامل ونتمنى عليها ان هي هذا الجهد يوجه يعني جنب الدعايه الانتخابيه للمصارف الانسانيه لغزه. كمان كان في مؤتمر صحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامه بمقر حزب الوفد، اتكلم فيه عن برنامجه الانتخابي وان هو بيستهدف اصلاحات تشريعيه عاجله تقوم على مبدا الفصل بين السلطات، وده اللي نص عليه الدستور تحديدا الماده 5. اكد على ضروره تفعيل الدور التشريعي لمجلس الشيوخ، وقال ان البرنامج الانتخابي وثيقه مكتوبه وتعهد بالالتزام بتنفيذها، وانه هيتم تسليم صوره كامله من هذا البرنامج، واكد ان البرنامج بمثابه خطه لانقاذ مصر، وإن برنامجه لم يستهدف الانتقاد لأشخاص بعينها، ولكنه يحمل انتقادات لسياسات بات من الضرورة إقصائها واعتماد رؤى جديدة. وأكد أن برنامجه الانتخابي يستهدف إصلاحات اقتصادية مهمة في ظل الأزمة الحالية، وأن مصر بتستورد 80% من السلع، ولذلك فالمحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي يناقش عدة محاور وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية مع ضرورة الاستثمار والإصلاح المالي والدين العام. برضو خلونا نستمع إلى هذا الجزء. الأمة المصرية، شعب مصر العظيم، برنامجي الانتخابي الذي سأقدمه لكم ليس به موائمة سياسية بمعنى استهزار، ولكنه رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر، ولا أحمل فيه تعرض وانتقاد لأشخاص، فكلنا مصريون وطنيون، وكلنا نكتفي بما نعتقد أنه خير للبلاد والعباد، ولكنه أي البرنامج يحمل تعرض وانتقادات لسياسات غلط ضرورة إقصائها وحلول رؤى جديدة. برضه منذ قليل انطلق مؤتمر للحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، يعني أكيد بمجرد ما ينتهي المؤتمر الصحفي لحملته الانتخابية هنعرضه على حضراتكم، مش في كل الزوايا ولكن على قناة أون، أكيد هنتابع مع حضراتكم هذا الموضوع طوال اليوم. أخيرا هسيب حضراتكم مع هذا التقرير عن الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشوف حضراتكم الأسبوع الجاي في كل الزوايا. دي المشاركة الثانية لينا في المعرض بعد 21. اعتقد ان هي برضه يعني المعرض حط نفسه في مكان دلوقتي ان هو بلاتفورم لعرض كل المشروعات الناجحة خاصة في مصر، وجميع الشركات العالمية الموجودة هنا النهارده جاية تعرض اللي عندها، وده رسالة نجاح اللي حصل في مصر اخر 5 أو 6 سنين. ايه اللي بالظبط اللي حصل فيها؟ احنا برضه حريصين على التواجد هنا سواء من خلال مشروعنا اللي هو المونوريل المرحلة الثالثة من الخط الثالث ومشروع اللايت ريل. احنا حاليا عندنا مجموعة مشروعات كبيرة، بنسلم المتحف المصري الكبير، بنخلص المستشفى 500 500، شغالين في ميناء ابو قير، عندنا فنادق زي فندق فور سيزون في مدينتي والفور سيزون في الاقصر، شغالين في ابراج العالمين في الساحل الشمالي. كان عندنا الحمد لله مجموعه مشاريع كبيره جدا في مصر وفي المنطقه. المرحله الجايه ان شاء الله هنركز برضه على المشروعات الكبرى زي يعني اعاده هيلم في المشروعات الكبيره سواء مع وزاره النقل او مع الوزارات الثانيه او المستثمرين اللي هوفلي ان شاء الله هيكونوا موجودين في مصر في المرحله الجايه. المعرض المرادي بيدي رساله واضحه ان هو مركز على ان هو الجوده والكواليتي بتاعت اللي وصلنا لها احنا دلوقتي سواء في مجال الريلوي او في مجال المترو او المونوريل. احنا عندنا كلاينتس كتير جايه كتير قوي من عندنا، من سواء من الجزائر سواء من المغرب سواء من شمال افريقيا او من الخليج، موجودين دلوقتي كلهم جايين عشان يبصوا على التجربه بتاعت مصر وعلى
ضباطنا اللي احنا خدناه هنا، ودي لوحدها رساله مهمه جدا. في نفس الوقت حتى الكلاينتس بتوعنا اللي موجودين من منطقه الخليج موجودين هنا. اعتقد المعرض دلوقتي بقى منصه او بلاتفورم بتاكد على تواجدها في المنطقه. الدوره الخامسه للمعرض السنه دي دوره متميزه جدا، لان فيها معروضات ما تمش عرضها في السابق نتيجه ان في حاجات كتير تم تطويرها في مصنع سماف. وحاليا احنا عارضين قطر مترو وعارضين العربيه القلاب، ودي اول منتج يبقى موجود في مصر، سكه الحديد وعربيه نقل الغلال اللي هي بتنقل الغلال من الصوامع، ده موجود حاليا في المعرض. واحنا بننفذ مشروع كبير الالف عربيه، الحمد لله ماشي بخطوات كويسه الحمد لله. الهدف من الدوره الخامسه السنه دي هو توطين صناعه السكه الحديد في مصر، ودي حاجه من الحاجات اللي كانت الشركه عندنا كانت شايفه ان مصر مهتمه بيها جدا، عشان كده اسسنا فرع للشركه النمساويه في مصر. احنا الشركه الام اسمها بلاسر انتويرا، احنا انشانا الشركه اللي اسمها بلاسر مصر. احنا شركتنا بتعمل الماكينات الخاصه بانشاء خطوط السكه الحديد اللي موجوده في سكك حديد مصر او الهيئه القوميه للانفاق او اغلب شركات المقاولات العامله في المجال ده في مصر والعالم. احنا اللي بنقوم حاليا دلوقتي في مصر، فرع الشركه هو اللي بيقوم باعمال كتير لاعمال صيانه، لتوطين اعمال الصيانه والاصلاح للماكينات دهيت عشان تقدر تخدم المشاريع الموجوده حاليا في جمهوريه مصر العربيه. المؤتمر مهم جدا طبعا، ودي مش اول مره نشارك فيه، احنا شاركنا قبل كده. اهميته ان احنا بنعرف الناس التكنولوجيا الجديده اللي عندنا، وبنتعرف برضو على باقي الشركات، ونتعرف على التكنولوجيا الموجوده في السكه الحديد وفي النقل العام وفي الانفاق، والتعاون مع الشركات وبعضها. احنا مضينا مذكره تفاهم مع هيئه الانتاج الحربي تصنيع البوابات بتاعه المزلنات، هنصنعها ان شاء الله هنا، ويبقى فرصه ان شاء الله لتصديرها لاوروبا بعد كده. طبعا ترانسوميا بالنسبه لنا هي الفرصه اللي بتقدر كل الشركات تظهر فيه، وتقدر تظهر الادفانس تكنولوجي بتاعتها. دي مش المشاركه الاولى لينا، دي المشاركه الخامسه، ودي فرصه مميزه جدا ان احنا بنعرض كل منتجاتنا. منتجاتنا بتستهدف طبعا في الاخر انها بتخدم المواطن المصري، راحه في النقل السككي. تعاوننا مع وزاره النقل ومع هيئه قوميه للانفاق والسكه الحديد بيودينا ان احنا نقدر نقدم منتجنا بشكل كويس. المعرض فيه ميزه مميزه ان انت بتقدر تشوف كل الكومبيتيتورز بتوعك بيقدموا ايه، وبتقدر تعرف ان انت بتقدم تكنولوجيا كويسه، وده اللي احنا متميزين بيه الحمد لله مع وزاره النقل وهيئه قوميه للانفاق.